في إطار الاستعدادات لمهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للقدرة وبتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، تابع سموه سباق الناشئين والشباب وسباق الاسطبلات الخاصة ضمن مهرجان جلالة الملك المعظم للقدرة لمسافة 120 كيلومتر، والذي أقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بمشاركة واسعة. وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة مراحل السباق وتوجيه الفرسان وتشجيعهم طوال المراحل، مما ساهم في تقديم الفرسان مستويات بارزة. وأكد سموه أن المستويات البارزة التي شهدتها مراحل السباقات تؤكد المسيرة الناجحة لرياضة القدرة في المسابقات المحلية، بعد أن سجلت السباقات سرعات عالية ومنافسة مفتوحة وقوية بين كافة المشاركين. وقال سموه إن السباقات القادمة للمهرجان ستكون مثيرة أيضا، عطفا على أهمية السباق وحرصهم على تحقيق المراكز المتقدمة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد أن سباق الفرسان للناشئين والشباب يسهم في تحقيق العديد من الأهداف عبر تهيئة الأجواء المثالية للفرسان، لأنهم مستقبل القدرة البحرينية، ومن الضروري أن نقدم لهم كل الدعم من أجل السير على رؤية توسيع قاعدة الفرسان ودعمهم وتشجيعهم. وهنأ سموه الفائزين بالمراكز الأولى في سباق الناشئين والشباب وسباق الإسطبلات الخاصة، معربا سموه عن تقديره لكافة الفرسان المشاركين الذين قدموا مستويات مميزة طوال المراحل، منوها سموه إلى أن هذا الفوز سيكون حافزا لكافة الفرسان في السباقات القادمة. هذا وتوج سمو الشيخ عيسى بن عبد الله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفائزين بالمراكز الأولى، حيث استطاع فارس فريق فيكتوريوس عيسى العنزي من تحقيق المركز الأول في سباق الناشئين والشباب، فيما أحرز نايف البلوشي من إسطبل الزعامة المركز الأول في سباق الإسطبلات الخاصة، وذلك لمسافة 120 كيلومتر. مكانة عظيمة وسمعة طيبة استطاع مهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لسباقات القدرة نيلها محليا وإقليميا ودوليا، باعتباره أحد أكثر سباقات القدرة منافسة، تقام بتنظيم عال من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وتحظى بمشاركة واسعة من قبل جميع الاستبلات المحلية التي تولي البطولة اهتماما كبيرا، في ظل أنها تحمل اسم الفارس الأول جلالة الملك المعظم. نخبة من فرسان الاستبلات سيسهمون في إشاعة أجواء الحماسة القوية والمثيرة في سباقات الاستبلات الخاصة وسباقات الفرسان الناشئين والشباب، من خلال ما يتسلحون به من قدرات وجدارة في التحكم الأمثل بقدرة الجواد ولياقته البدنية بشكل آمن خلال مسار السباق وفي مواجهة ميدانه وما يحيط به من ظروف ومعطيات تتعلق بالمسافة والطقس وطبيعة الأرض والوقت، الأمر الذي يميز وبشكل مطلق فارسا عن آخر وفي قوة الجياد
تلك التي شاركت في مختلف منافسات الموسم وما زالت تظهر جاهزيتها لبقية المنافسات بعد التأكد من سلامتها وعافية جسدها عبر فحص بيطري يراعي معدل نبض قلب الجوادي والزمن المتطلب للتبريد وقياس معدل الجفاف لديه بإشراف لجان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة. إن مهرجان كأس جلالة الملك المعظم لسباقات القدرة ومن بعد أن رفعت قيمة جوائزه إلى 130 ألف دينار بتوجيهات من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، سيشهد جولات تسيطر عليها الندية يدفعها إقدام الفرسان المطلق نحو شرف الصعود على منصة التتويج من نافذة تقديم أفضل المستويات للتأكيد على مكانة القدرة البحرينية ومدى تطورها وحقيقة الإنجازات الدولية والأوروبية التي حصدتها.